العيب وأقبحه أن المرأة تكون بنت الخمسين والستين وإذا بزوجها يسفهها أمام أولادها. من أقبح العيب والله أن يكسر خاطرها ويهين كرامتها أمام أولادها. وهذا والله ليس من العشرة بالمعروف. راقب أفعالك وراقب تصرفاتك. إذا أردت السعادة تحتاج منك إلى ثمن كبير، وتحتاج منك إلى تضحية. كان الصالحون يؤذون من زوجاتهم ويضطهدون فلا يسمع منهم إلا الخير. يقولون أن زكريا عليه السلام كانت امرأة تسب وتشتم وتهين، ومع ذلك كان صابرا. المرأة ابتلاء من الله، ولربما يبتليها الله بك حتى بالاحتقار وأنت كريم. كان رجل من العلماء في المدينة، من علماء المدينة، وقال لزوجته ذات يوم وكانت تهين، قال لها: تهينيني؟ هلا دخلت المسجد ونظرت إلى الناس؟ فجاءته في المسجد ونظرت، وإذا بالأمة أصغت إليه وأطرقت برؤوسها. ثم لما رجع إلى البيت قال لها: هل رأيت؟ قالت: وماذا رأيت؟ رأيت الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاشعين إلا أنت، كلهم خاشعون إلا أنت، تصيح وتلغي وتفعل وتفعل، لأنها تنظر بعين النقد. المرأة إذا نظرت إلى زوجها بعين النقد فنسأل الله السلامة والعافية. فالمقصود لابد من الصبر، لابد من التجمل واحتساب الأجر. يبتليك الله بزوجتك لدرجة في الجنة لا تبلغها بكثرة صلاة ولا صيام، فتدخل إلى البيت فإن سمعت خيرا قلت: الحمد لله الذي رزقني زوجة تخاف الله، وإن رأيت غير ذلك قلت: اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، اللهم اهدها، اللهم أصلحها. فإذا بأولادك يحبوك ويكرموك. يقولون عن رجل من العلماء أنه دخل عليه أحد طلابه فوجد عنده ابنا بارا عجبا من بره، فقال له: أتعجب من بره؟ والله لقد عشت مع أمه 20 أو 30 عاما ما تبسمت في وجهي يوما قط، فصبرت فعوضني الله ما ترى. الذي يصبر لابد من الصبر والتحمل. الذي يريد السعادة يدخل إلى بيته بقلب واسع، ما رأى من خير شكره، ويشعر أهله بأنه زوج وأنه كريم. وإذا رآك أبناؤك بهذه الصفة، أمهم تضع طعامها فتشكرها، تعودوا شكر الناس على الإحسان. وإذا رأوا كريما مع زوجتك تعلموا كيف يعيشون مع الناس كراما. البيت مدرسة.